يرمي واحد منا ضحي بواحد ولا يموت الكل. مش لا نريد ان نظلم احدا. نعمل قرى. عمل القرى جت على مين؟ القرى على يونس. من الذي ارساه على يونس؟ هو الله. هل ارمى هذا الرجل الصالح؟ هكذا القرى جاءت عليه. ارمي الرجل الصالح. ألقي في البحر في ذات التوقيت، في هذا التوقيت بالضبط تأتي أو يأتي الحوت العظيم الهائل. ما ترك يونس لحظة حتى يغرق، الحوت ابتلعه. من الذي ساق الحوت في هذا التوقيت؟ من الذي ساق سمكة القرش التي أكلت الروسي؟ من الذي أتى بها في هذا التوقيت؟ هو الله. فكل مسخر والأمور لا تمشي خبط عشواء. ولماذا أكل هذا بالذات؟ أكله القرش. ولماذا لم يؤكل هذا؟ ولماذا تخلفت زوجته عن النزول معه؟ مدبرة الأمور، الأمور مدبرة، ولكن الناس لا يفقهون. من الذي ساق الحوت؟ هو الله. ابتلع الحوت يونس عليه السلام ودخل في ظلمات بطن الحوت. والحيتان هائلة، يعني الحيتان هذه إذا تصورتم تبلع القرش، تبلع التمساح، تبلع كل ماشي فاتح فمه مثل البيت، كل ما يأتيه يدخل. حتى إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة وكانوا يتقاسمون التمر فيما بينهم من الجوع، وكانوا 300 شخص، عليهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، غزوة سيف البحر. المهم الحوت، البحر ألقى لهم حوتا ميتا. تخيل 300 شخص يأكلون من هذا الحوت لمدة شهر ويحملون منه إلى المدينة صباح مساء عشاء. 300 شخص ويحملون إلى المدينة. يقول قال كنا نأخذ العظمة من عظم الفم نعملها عمود للخيمة التي ننام تحتها، ونغترف من عينيه الدسم ونأكل ونحن 300 وننام في عين الحوت. تخيل هذا الحجم يكون. المهم أخذ الحوت سليمان مستودع، هذا يونس مستودع الحوت. يا حوت يوحي ربنا إليه، هذا عبد لي أمانة عندك، بطنك له أمانة، لا يهضم، لا يقطع بأسنان، لا يصيب أي أذى، بس فسجن، أنت سجن له إلى حين. الشاهد أن يونس عوقب مع أنه نبي وكريم ومصلي وصائم وفاعل الخيرات، لكن أعمال البر في وقت الصلاح نفعته في وقت البلاء. بطن الحوت مظلم، لا في كهرباء ولا بطن مظلم. نزل إلى قاع البحر، قاع البحر ظلمات. جاء الليل البهيم فأصبحت ظلمة بطن الحوت مع ظلمة الليل مع ظلمة قاع البحر. وظلمة أشد وأشد هي الضيق النفسي الذي هو فيه بسبب عدم استئذانه لربه سبحانه وتعالى. هو فكر في الذي صنعه. أنا صنعت ماذا؟ أنا خرجت بغير إذن، أنا نبي يوحى إلي، ما أوحى الله إلي نخرج، خرجت عن غير إذن من الله لي بالخروج. فماذا نصنع لو أذنبنا؟ ماذا نصنع؟ قد تذنب أيها الصالح. ماذا نصنع لو أذنبنا؟ نحن لسنا بمعصومين، بل نحن ضعفاء، كلنا ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، اللسان يزني وزناها الكلام. الحديث معروف. شاهدي من ذلك أول ما حصل اللي حصل. طبعا الذي جعل الأمواج تلعب هو الله، جعل القرى تترسو على يونس هو الله، الذي ساق الحوت هو الله سبحانه وتعالى. فلجأ يونس إلى الله سبحانه، تحرك وجد نفسه، تحرك ذكر وجد لسانه ذاكرا،
فنادى في الظلمات يعترف بالذنب يوحد ربه وولد لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد. تنزهت يا ربنا عن كل ما لا يليق بك، تنزهت يا ربنا أن يحدث شيء في الكون بدون إذنك، تنزهت عن كل عيب ونقص. لا إله إلا أنت كتقدمة للدعاء. سبحانك إني كنت من الظالمين.